مباشرة الآن ضمن عنوان تحليل كثيرات الحدود التحليل بإخراج العامل المشترك إلى السؤال الثاني من ضمن تمرينات التحليل بإخراج العامل المشترك، وهي صفحة 89. عبر عن مساحة المنطقة الملونة في كل من الشكلين الآتيين بدلالة X. إذا لدي شكلين، إذا لنقم برسم الشكل الأول. طبعا طلب مني مساحة المنطقة الملونة، هل هذه هي مساحة المنطقة الملونة؟ ننتبه جيدا. إذا هذا المربع رسم في داخله دائرة، مربع رسم في داخله دائرة. طبعا الدائرة هي دائرة مفرغة أي مقصوصة، فالمنطقة الملونة هي محصورة بين المربع والدائرة. لنأخذ الآن الأبعاد. نصف قطر الدائرة هو X، نصف قطر الدائرة هو X. طبعا نلاحظ أن الدائرة تمس أضلاع المربع من الداخل، تمس أضلاع المربع من الداخل. إذن ضلع المربع هي عبارة عن 2X، ضلع المربع هي عبارة عن X زائد X أي 2X. ننتبه جيدا لأبعاد هذه الأشكال. إذن المربع في داخله دائرة، نصف قطر الدائرة وهو X، ضلع طول ضلع المربع هي 2X، طبعا لأن الدائرة تمس أضلاع المربع من الداخل، أما إذا كانت لا تمسه فلا يساوي طول الضلع طول القطر. نعم، ما هي مساحة المنطقة الملونة المحصورة بين المربع والدائرة؟ إذا أخذنا أو إذا حسبنا مساحة المربع وقصصنا منها مساحة الدائرة، إذا أخذنا مساحة المربع وقصصنا منها مساحة الدائرة نحصل على مساحة المنطقة الملونة بكل بساطة. إذن هل نعلم كم مساحة المربع؟ إذن ننتبه جيدا أو نتذكر معا أن مساحة المربع تحسب بالقاعدة الضلع ضرب الضلع. طبعا ذكرت قبل قليل أن طول ضلع المربع هي 2X، X زائد X 2X. أما مساحة الدائرة فتحسب بالعلاقة بـ ري مربع أو في ضرب نصف القطر للتربيع، ولنحفظ هذه العلاقات جيدا. إذا مساحة المربع هي طول الضلع ضرب طول الضلع، أو نقول الضلع للتربيع. أما مساحة الدائرة فهي بي ضرب نصف القطر للتربيع. طبعا هنا نصف القطر بالنسبة لهذه الدائرة هو X، فكتبت بي X مربع. الآن سنقوم بحساب مساحة المنطقة الملونة. أبدأ بمساحة المربع. ذكرنا قبل قليل أن مساحة المربع هي الضلع ضرب الضلع. ما هي طول ضلع هذا المربع؟ هي 2X. طبعا 2X للتربيع تكتب 4X مربع مباشرة. إذا أردنا كتابة 2X للتربيع ثم إيجاد ناتج التربيع فلا بأس بذلك. أما مساحة الدائرة BX مربع فهي P طبعا ضرب نصف القطر للتربيع. طبعا هنا هذه الدائرة نصف قطرها هو X، عبرنا عنه بX. طبعا كل المساحات سنعبر عنها بدلالة X، ليس لدي دلالة عددية، إنما هنا فقط بدلالة X وهو متغير. إذا 4X مربع ناقص BX وهي التعبير الجبري الدال على مساحة المنطقة الملونة. طلب مني تبسيط هذه المساحة إلى أبسط شكل ممكن، فألاحظ أنني أستطيع هنا إخراج عامل مشترك وهو X مربع. إذن في الحد الأول يوجد X مربع وفي الحد الثاني X مربع. ماذا بقي لدي؟ بقي لدي داخل القوسين 4 ناقص B. هذا بالنسبة للشكل الأول. الشكل الثاني أيضا هو عبارة عن مربع رسم في داخله دائرة. نعم، هذا المربع طول ضلعه 4X. بالنسبة للدائرة نصف قطرها هو X. نعم، إذن أيضا طلب مني بالنسبة للشكل الثاني حساب مساحة المنطقة الملونة. طبعا مساحة المنطقة الملونة هي مساحة المربع مقصوصا منه مساحة الدائرة. إذن أستطيع حساب مساحة المربع ثم إنقاص منها مساحة الدائرة.
كم مساحة المربع هنا؟ أو بماذا أستطيع أن أكتب بدل كلمة مساحة المربع؟ ذكرنا قبل قليل أن الضلع ضرب الضلع، أي 4x ضرب 4x، وأستطيع كتابتها 4x للتربيع. طبعا إذا ربعت الأربعة فهي تصبح 16، والx تصبح x مربع، وهذه وهذا التعبير الجبري هو الدال على مساحة المربع. بالنسبة لمساحة الدائرة، نفس الدائرة ذاتها ب x مربع، ب ضرب نصف القطر للتربيع. أيضا أستطيع تحليل هذا المقدار فأكتب x مربع ما ضمن قوسين يبقى لدي 16 ناقص ب. إذا كتب مساحة المنطقة الملونة بدلالة x، وقمت بتحليلها أيضا بشكل إلى أفضل شكل ممكن. إذا هكذا أكون قد عبرت عن مساحة المنطقة الملونة للشكل الأول وللشكل الثاني.